المخيمي الصفراوي المعروف بعبد الله الصفراوي. ولد الفنان الراحل عبد الله بن مبارك بن محمد المخيمي الصفراوي في العام 1931 ميلادية، وينحدر أصله من ولاية سور محافظة الشرقية جنوب. وتعالى الصيحة الحق أنا فض جاهدين، وتعالى الصيحة الحق. وعاش مع أفراد عائلته في المصنعة. بدأت مسيرة عبد الله الفنية عندما غنى لأول مرة أمام الجمهور عام 1970 ميلادية، وكان قد أتقن العود وأصبح متمرسا فيه. يا عمان المجد هذا، يا عمان المجد هذا، يومنا يوم السعود وبه طاب. قام الفنان رحمه الله بغناء العديد من الأغاني الوطنية التي كان لها الأثر العميق في شحن الهمم وحب الوطن وقائده المفدى. واسحب في نحو